بس عايز اعرف منكم ايه الفيدباك من الناس، يعني هل الفيديوز اللي بتعملوها على الصفحه فرقت مع الناس، فرقت مع الماميز، فرقت مع الازواج؟ هل في كتب معينه بداوا يتجهوا ان هم يقروها؟ هل ناس ما كانتش بتحب القرايه وبداوا يقروا من خلال صفحاتكم او من خلال فيديوهاتكم؟ جالي والله كومنتس، ودي يعني بتبقى احلى حاجه في الدنيا انه حد يقول لي انا علاقتي الزوجيه اتحسنت انقذت بسبب الفيديو ده، فدي طبعا بالنسبه لي بالدنيا خلاص، شكرا مش عايزه حاجه تانية من الفيديو. او انا دلوقتي بقيت بعرف اتعامل مع ولادي احسن بسبب او انا جبت كل الكتب اللي انت قلتي عليها، انا ابتديت اقرا الحاجات اللي انت ريكومند، انا حبيت الكتاب بس من فالحاجات دي بالنسبه لي بتبقى اللي هو فرقت. ايوه هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، حلو قوي. فالكومنتس الحمد لله فيها كتير بوزيتيف. برضو بالنسبه لك يعني برضو حظي كويس قوي، يعني من فضل الله معظم الناس اللي بتقول الكلام حلو اللي هو احنا ابتدينا نحب ان احنا نقرا. بس خلي بالك هو الناس بتحب في الاول وبعد كده بترجع تكسل وعشان كده احنا مستمرين، ما يعني وده اللي مخلينا عارفين نكمل، الناس في الاخر برضه بتكسل تقرا. بس بنبسط جدا لما بنحس، يمكن اكتر كومنت بيعجبني لما حد يقول ان الكلام اللي قلناه حقيقي، مش ان حد يقول لنا طريقتكم لذيذه او دمكم خفيف، مش دي القصه، في ناس كتير لذيذ، المهم ان الكلام حقيقي لمس الناس اللي بتقدمها لي. ده يمكن اكتر كومنت. طب معلش برضو هنا الرجاله بقى، يعني بنتكلم الجزء الخاص شويه بالشباب والرجاله، بيبقوا عايزين ايه؟ ايه اكتر حاجه عايزين يعرفوها؟ انت عارف دايما ايه، مش ازاي يجيبوا فلوس، مش كل الرجاله ممكن يعني طموحاتهم واحده. ايوه صح. انت وجهه نظرك شايف ايه اكتر حاجه ممكن احنا بنقع فيها من اخطاء والحاجه اللي احنا مشتركين فيها؟ يعني ده سؤال كبير قوي عليا، بس هقول لك من وجهه نظري على قد ما قريت. معظم الناس عايزه تضرب معاها او تكسب او تنور او ينجح، بس بالسهل قوي. بس عايزين يجيبوا فلوس بس مش عارفين ازاي. بالسهل جدا. وبقى في سكك كتير تجيب كده، السوشيال ميديا على فكره بتجيب فلوس كويسه. وفي ناس بقى عندها استعداد تقدم كونتنت او تقدم برودكتس بجوده رديئه جدا، بس هو هنكسب من وراها فلوس. دي اول حاجه بتخلي في ناس على فكره بتضرب معاها، بس ده بيبقى ترند يطلع ينور شويه كده وبعدين يختفي. بالظبط. في ناس بتبقى براند بقى، يعني علامه ومميز وبيعيش وبتاع، يعني زي فريد شوقي الله يرحمه، ده براند مهول. ما كان ما طلعش ونزل. في ناس بتطلع تضرب وتختفي. اللي بشوفه ده دايما ان معظم الناس، وده كان في كتاب يمكن لسه كنت قاريه قريب اسمه ذا مايند سيت، بيحكي ان معظم الناس بتقيس نفسها بالارقام. انا بكسب كام؟ انا بقبض كام؟ عندي كام فولور؟ معايا عربيه ايه؟ بتاعتي إيه؟ دي شقتي كام؟ وده مش صح. مش صح، لان انت الموضوع الارقام ده يعني هيفرمك، ده دازنت ستوب. صح. فاللي يفرق مع الناس ان انت تكون على قد ما تقدر طول الوقت تبذل مجهود وبتحاول، وسيبها على الله. هتيجي. برافو. ما تقلقش.